خلينا نروح للإمارات، وتحديدا هيكون معانا الناقد الرياضي إسلام جمال الدين، عضو فريق الإعلام بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم. الكلام هيكون على الجائزة، والكلام كمان هيكون على الاستعدادات الخاصة ببطولة كأس العالم للأندية، خصوصا ان احنا كم يعني هنتكلم ونتطرق للأندية اللي ممكن تكون منافس للأهلي في بداية مشواره، سواء كنت بتكلم على الدحيل القطري او على أوكلاند سيتي النيوزيلندي او على أولسن الكوري، والثلاث فرق دول يمكن يكونوا ضربة البداية للنادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية. خلينا نرحب بإسلام معانا على شاشة الأهلي، اهلا بيك معانا وكل سنة وانت طيب وسنة سعيدة عليك ان شاء الله. حضرتك طيب، اهلا وسهلا بيك استاذ احمد وكل مشاهدي قناه الاهلي. ابتدي معاك من اللحظات التتويج اللي شاهدناها يمكن الاسبوع ده، واللحظه اللي استلم فيها كابتن محمود الخطيب جائزه نادي القرن الافريقي من جلوب سوكر وجائزه النادي الاكثر تتويجا في الشرق الاوسط. تحكي لنا كده عن الجائزه دي، وتحكي لنا عن عمليات التصويت وعن حجم المشاركه في التصويت ده. يعني هي كانت جائزه مهمه جدا للنادي الاهلي. بطولة مسابقة جلوبال سوكر دي تقريبا خدت مسافة عالمية، ان هي بقت مسابقة عالمية. الأهلي في التصويت، كان التصويت بينقسم لشقين، الشق الأول 40% للجماهير و60% للمتخصصين. الأهلي الحمد لله طلع كأحسن نادي في الشرق الأوسط والأكثر تتويجا بأفريقيا. أعتقد إن هي كانت حفلة مهمة جدا لدولة الإمارات العربية المتحدة، للنادي الأهلي كمان كانت حاجة مهمة جدا. كابتن الخطيب كلنا شفناه بصراحة، يعني برغم إن هو اعتزل من سنين طويلة لكن مازال بيحتفظ بالمكانة بتاعته، الناس استقبلته هنا أحسن استقبال. فالنادي الأهلي يعني كبير في أي حتة بصراحة، وكانت حاجة كويسة جدا إن الأهلي يتوج. بالمناسبة ما كانش فيه أندية عربية كتير حضرت او شاركت في مؤتمر دبي او في الجائزه في جلوبال سوكر، فدي كانت حاجه مهمه وحاجه عظيمه جدا للنادي الاهلي. مين اهم الانديه والشخصيات اللي حضرت الاحتفاليه؟ سابقين كان في سيدروف نجم منتخب هولندا، كان في جيناري جاتوزو من ايطاليا، فابيو كابيلو كان حاضر، مدرب الاسطوري لايطاليا وريال مدريد ومنتخب انجلترا. كان في كمان جيرارد بيكي كان موجود حضر. كان في اسماء كتير، كان في كريستيانو رونالدو وليفاندوفسكي طبعا على راسهم، يعني طبعا كان كريستيانو موجود. كان في اندريا بيرلو كان حاضر طبعا، جاني انفانتينو اللي ظاهر في الصوره دلوقتي معانا كان طبعا موجود في الحفله رئيس الفيفا. هو جياني انفانتينو موجود ضيف دائم في مؤتمر دبي وفي الجائزه، يعني كل سنه بقاله، ده العام الثاني على التوالي يكون حاضر، وهو موجود بشكل مستمر في مؤتمر في مجلس دبي، وكان موجود بقاله اسبوع في الامارات. طيب، كان حاضر وسلم الجائزه طبعا. طيب، بمناسبه كلامنا عن مشوار الاهلي والتتويج والاكثر تتويجا ونادي القرن، خلينا نتكلم على واحده من البطولات المهمه اللي الاهلي بيستعد ليها يمكن في خلال 30 يوم. بداية طبعا سوبر إفريقيا في اللي هتستضيفه دولة قطر، ومن بعدها طبعا بداية المشاركة في كأس العالم للأندية. خليني أبتدي بكأس العالم الحقيقة قبل يمكن سوبر إفريقيا، إن احنا عارفين نهضة بركان لكن مش عارفين قوي عن الفرق اللي ممكن تكون منافس محتمل للأهلي في بداية المشوار. وأنا يمكن كنت بتكلم على ثلاث أندية، الدحيل القطري وأولسان الكوري الجنوبي وفريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي، وأنا عارف إنك متابع الأندية دي كويس، فيهمني اعرف منك اخر تطورات الامور عندهم بالنسبه لهم، خصوصا ان احنا سامعين على انديه بتحاول انها تدعم صفوفها استعدادا لكاس العالم للانديه. بالنسبه لكاس العالم للانديه، انا كنت شرفت ان انا متابعت الدحيل وتابعت اولسن هيونداي. الدحيل طبعا يعني بيدعم صفوفه بشكل جيد استعدادا لمونديال الانديه. سمعنا كلام كتير عن فرجاني ساسي، عن بعض اللاعبين، حتى المحترفين بيحاول يدعم باكتر لاعب محترف. بعيد عن كمان عن التعدامات، الدحيل بيمتلك فريق متميز جدا جدا جدا، برغم ان هو تاريخ تاسيسه من 10 سنين تقريبا، لكنه بيتمتع بامكانيات وبلعيبه كويسه. صبري لاموشي المدرب الجزائري هو اللي بيقود الفريق، في كل خط عنده اسماء وعنده لعيبه متميزه جدا، زي مهدي بن عطيه في خط الدفاع،
موجود وده لاعب طبعا يعني اليوفي مدافع السابق كبير او وكده، النجم الدولي المغربي. لاعب يوفي، لاعب روما، لاعب بايرن ميونخ، ايوه لعيب بإمكانيات عظيمة جدا. عندهم كمان هداف آسيا المعز علي، لاعب منتخب قطر وخد جايزة هداف كأس أمم آسيا في 2019 في دولة الإمارات العربية المتحدة. فالفريق بيملك بعض العناصر المتميزة جدا. عندهم يوسف المساكني، ما ايوه ننساهوش، قائد المنتخب التونسي ولاعب الترجي الرياضي التونسي طبعا السابق. فالفريق هيبقى يعني رقم صعب، لكن أنا بثق في لعيبة الأهلي جدا جدا خصوصا انه جدا. كمان بيلعب على ارضه بيلعب على أرضه، ومن المحتمل إن هو يبقى فيه جماهير. يعني بنسبة كبيرة، زي ما شاهدنا كأس الأمير كان فيه 20,000 متفرج، زي ما نهائي كأس دوري أبطال آسيا كان فيه عدد جماهير تقريبا 10,000 أو 15,000. متوقع كمان إن هيبقى فيه جماهير في كأس العالم للأندية، فهيبقى الموضوع صعب شوية، لكن ثقتنا كبيرة في رجالة النادي الأهلي. تمام. بالنسبة لأولسن هيونداي، شاهدت أكتر من 8 مباريات للفريق في الفترة اللي فاتت. هو فريق ما عندوش أسماء، يعني هو يمكن بيتبع سياسة مختلفة شوية عن سياسة أندية الصين واليابان اي اللي هي بتحاول تستقطب النجوم نجوم. عشان يلعبوا في الدوريات عندهم. اي لكن في كوريا لا، الوضع مختلف. هو عنده مجموعة لعيبة مش أسماء نجوم كبيرة، لكن فريق محترم جدا اه وعنده ناحية إمكانيات. الجماعية وحالة الانسجام واستغلال مصادر القوى الموجودة عند اللعيبة، يمكن تكون هي مصدر خطورة أكتر ما يكون لاعب بعينه أو لاعب اسم أو نجم تقيل يعني. مظبوط استاذ احمد، هو بيعتمد على المجموعه، مش بيعتمد على اسماء ولا نجوم كبار يعني. اه ده أنا خاف منه الحقيقة يعني، الفريق اللي من النوع جدا ده أنا خاف منه، أعمل له ألف حساب بصراحة. طب جدا. لا هو لا كمان عندهم لاعب اتفضل. محترف برازيلي، اه هو اللي سجل هدفين في نهائي كاس امم اسيا. ايوه ف يعني عندهم مجموعه محترفين، لكن طبعا احنا ما نعرفش عنهم حاجه كجماهير تقول او لنا سريعا كمتابعين. اوكلاند سيتي، وده واحد من الانديه برضو الاكثر مشاركه دايما في بطوله كاس العالم، هل بتعتبره برضو ممكن يشكل خطوره او تشوفه من ناحيه الصعوبه فين بين الانديه الثلاثه؟ يعني اوكلاند سيتي هو الضيف الدائم لكاس العالم للانديه، لكن للاسف لا، يعني ما بيحققش اي نتائج ايجابيه في المسابقه. دايما بيلعب الماتش اللي هو الاولاني وبعدين بيخرج. ده يمكن بحكم المسابقه اللي هو بيشارك فيها طبعا ضعيفه جدا، ما ايوه بتفرزش عن قوه، فللاسف يعني برضه فريق قليل جدا. لكن طبعا نتمنى ان شاء الله النادي الاهلي يحقق نتائج ايجابيه في كاس العالم للانديه. في جملة واحدة، فرصة الأهلي في التتويج بلقب السوبر الإفريقي في مواجهته اللي هي يمكن هتسبق كأس العالم للأندية بأيام مع نهضة بركان المغربي من وجهة نظرك سريعا. يعني الاهلي الاقرب طبعا للفوز. انا مطمن جدا مع مستر موسيماني، ومش عارف للاسف ليه بعض الناس بينتقدوا الراجل في الفتره اللي فاتت. الراجل نجح في كل الاختبارات، كل ما يكسب بطوله يقولوا لا ده شغل رينيه فايلر. طب هل السؤال المهم يا استاذ احمد، هل لو موسيماني كان خسر دوري ابطال افريقيا او كان خسر الكاس مصر، كان الناس اللي بتنتقد دلوقتي كانوا هيرجعوا الفشل لفايلر لا ولا طبعا كان لموسيماني؟ موسيماني هو اللي هيحاسب على الفاتورة، ده أكيد للأسف أنا طبعا مش فاهم، للأسف. مش صحيح فاهم ليه للأسف. فأنا أتمنى إن شاء الله الناس تقدر. الراجل شغال كويس، وأنا مبسوط جدا بالتدعيمات اللي الأهلي عاملها الفترة اللي فاتت. الأهلي مختلف تماما أستاذ أحمد السنة دي عن السنة اللي فاتت أكيد تماما، طبعا أكيد طبعا. سكواد النهاردة فواثق إن شاء الله. إن شاء الله